مساء النور والبركة، النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. خلال استقباله بدرسن المقداد، استمرار وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي ينتهك السيادة السورية. الخارجية الروسية، الإعلام الغربي فعل كل شيء لإشعال حرب في أوكرانيا. التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد بالمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، وبحث الجانبان جهود الدولة السورية لتدعيم الاستقرار خاصة عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية، إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية. وفي حديثه شدد الوزير المقداد على أن استمرار وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي ينتهك السيادة السورية. من جانبه عرض بيدرسن نتائج جولاته على عدد من الدول مؤخرا والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور. يتجه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى موسكو الاثنين المقبل بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا. هذا وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أطلع الرئيس بشار الأسد على سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقا من ميناء طرطوس. ومن دمشق جدد الوزير شويغو التأكيد على أن بلاده ستستمر في التعاون مع سوريا حتى استعادة سيادتها على كامل أراضيها. مراسلنا في موسكو ومزيد من التفاصيل. بعد المزاعم والشائعات الكاذبة التي تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية عن بدء ساعة الصفر لدخول روسيا أوكرانيا، طل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو من سوريا بزيارة التقى فيها الرئيس السوري بشار الأسد. شويغو الذي حط في سوريا بابتسامة ملأت وجهه ليطلع الأسد على مناورات واسعة النطاق في البحر المتوسط بعتاد فاق 140 سفينة حربية وألف آلية عسكرية. مما لا شك فيها أن زيارة وزير الدفاع الروسي في هذه المرحلة يعني بالذات إلى سوريا، إلى منطقة الشرق الأوسط، يعني هي تشكل يعني أو ممكن اعتبارها رسالة يعني ضمنية، رسالة سياسية إلى المنظومة الغربية وخاصة يعني الولايات المتحدة. والهدف الأساسي يعني من هذه الزيارة هي متابعة يعني المناورات البحرية التي تجري في هذه الأثناء في منطقة يعني في البحر الأبيض المتوسط. واللقاء يعني لقاء الرئيس السوري مع وزير الخارجية مع وزير الدفاع الروسي اليوم يعني له أيضا يعني دلالات بتمسك روسيا يعني بمواقفها وعدم يعني السماح لإنجرار يعني مناطق أخرى حساسة ممكن أن تستغلها الولايات المتحدة أو توظفها سياسيا، كما نرى يعني من التوظيفات القائمة حول يعني الأزمة الأوكرانية واستغلال يعني السلطة السياسية في كييف كأداة سياسية للضغط على روسيا. زيارة بالجملة ورحال وضعت قدمها في موسكو لبحث المستجدات بخصوص أوكرانيا، ولكن الروسي أبى أن يقدم أي تنازل مطالبا حسم موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو الآن وليس غدا. تزامنت حقيقة هذه الزيارة مع وجود السيد وزير الدفاع الروسي ولقائه بالسيد الرئيس بشار الأسد، مما يدل أن هذه العلاقات متوازنة سواء على الصعيد الدبلوماسي أو على الصعيد العسكري، ونحن نجدد تماما هذه العلاقة ومتانتها سواء على الصعيد العسكري أو حتى على الصعيد الاقتصادي على الصعيد الاجتماعي، وهذا ما لمسناه من حديث السيد نائب وزير الخارجية الروسي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن خلال أحد البرامج التلفزيونية ممازحا طفلا بالسؤال الأول للأخير، أين تنتهي حدود روسيا؟ ليرد الأول ويجيب أيضا بأن حدود روسيا لا تنتهي على الإطلاق. حدود روسيا لا نهاية لها.
في وقت تعيش فيه روسيا مرحلة دقيقة جدا ويحاول العالم الغربي التغول عليها، تبدو ثابتة الخطى لا تحيد عن المبادئ، ترد على المعتدي بالحكمة ورجاحة العقل، فإن احتاج الأمر تحريك السلاح فالإصبع على الزناد. محمد الأصيل لقناة سما الفضائية، موسكو. هذا وكانت موسكو شهدت اجتماع عمل بين ميخائيل بوغدانوف ووفد لجنة متابعة الحوار الوطني، وجرى في هذا الاجتماع بحث آخر التطورات في سوريا والعلاقات بين البلدين، وتم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الملحة المتعلقة بالحل الشامل في سوريا، وبمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه في الفترة المقبلة. تأتي زيارة لجنة متابعة الحوار الوطني ضمن إطار الزيارات الدولية لدولة روسيا الصديقة، هذه الزيارات التي يتم فيها اللقاء بالمسؤولين الروس، هذه الزيارة تم اللقاء بالسيد نائب وزير الخارجية الروسي للتأكيد على أهمية استمرار الحوار السوري السوري، وأن تكون دمشق هي محور هذا اللقاء الذي يجمع السوريين بالداخل والخارج، وكان في مطالبة للجنة متابعة الحوار بأن تتطور العلاقات الاقتصادية السورية الروسية وأن ترتقي إلى مستوى العلاقات المميزة السياسية والعسكرية بين البلدين، خاصة أننا في سوريا نعاني من عقوبات اقتصادية جائرة بحق الشعب السوري انعكست سلبا على المستوى المعيشي للمواطن. شهدت مدينة الحسكة وقفة احتجاجية تنديدا بانتهاكات قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد بحق التعليم وتدمير المنشآت التعليمية والجامعية في المدينة وحرمان آلاف التلاميذ والطلبة من التعليم. سوريا لها كلمتها، نحن في الحزب الشيوعي السوري ضد التصرفات وضد المحتل الأمريكي وضد استهدافه للجامعات في محافظة الحسكة، ونقول يجب أن تعود الجامعات لتعلم أبنائنا أبناء محافظة الحسكة هذه المحافظة المعطاء. رسالتنا هي موجهة طبعا للمحتلين بدرجة الأساسية، يغادروا بلدنا ووطننا، هل يجوا دنسوا أرض الوطن المقدسة؟ هاي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية نوجهوا للناس اللي عم يعرقلوا طلابنا أولادنا يتلقوا علومهم بمعاهدهم بمدارسهم بكلياتهم، ندعي الجميع إلى العقل للتعقل. نحن واقفين وقفة اعتصامية احتجاجية ضد الاحتلال الأمريكي الغشيم، الإمبريالية الأمريكية اللي ما بتفلت منه العالم كله من شر أمريكا، واقفين مشان نقول لهم ارفعوا أيديكم عن معاهدنا وجامعاتنا وكلياتنا. نقف وقفة احتجاجية ضد هذه المؤامرات، والله عيون تدمع، والله العظيم يعني خراب 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 دمار. جينا هون نوقف اعتصام ضد اغلاق وتسكير الجامعات والكليات والمعاهد وضد انتهاكات ما تقوم به الامبرياليه الامريكيه واعوانها. نحن كطلاب نطالب باعاده كلياتنا ونرجع لمقاعدنا ونرجع نقدم امتحاناتنا. بدنا يعني امريكا تطلع من هون وتشيل ايدها على المدارس وطلابنا يدرسون. وقفة اول شيء ضد الوجود والاحتلال الامريكي في المنطقة في الجزيرة السورية، ونقول لهم ارفعوا ايديكم عن جامعاتنا وعن معاهدنا ايها الجهلة. وسط انباء عن عزم الجهات المعنية فتح مركز تسوية في مدينة دير حافر بريف حلب، تواصلت عملية التسوية في بلدة مسكنة شرقية المحافظة. وفي مدينة دير الزور دخلت عملية التسوية في مركز صالة العامل شهرها الرابع. أما في محافظة الرقة فقد تواصل توافد المطلوبين للانضمام إلى عملية التسوية في مركز بلدة السبخة بعد أن دخلت شهرها الثاني. أنصح الشباب البرة والجوة كلها تجي من شان التسوية، من شان العليه تخلف والعليه شيء، كلها أنصحها تجي ليجا. أنا جيت هنا أسوي تسوية لألي، وأنصح كل المواطنين بيجي يسوي تسويتهم تسويت أوضاعهم. هذه المكرمات تعمل على استقرار الوطن وعلى إعادة اللحمة الوطنية ونبذ الخلافات. الإجراءات والله ممتازة، وإحنا جينا لحضن الوطن
وعملنا تسوية. والله الحمد لله الأمور ممتازة جدا، وننصح كل واحد أنه يرجع حرم الوطن. الحمد لله احنا جاء أمر من سيادة الرئيس أنه نعمل التسوية، والحمد لله رب العالمين جاء من سوي أمرنا، والحمد لله الأمور ماشية بخير والشباب ما عم يقصروا حل. الحمد لله لبينا نداء سيادة الرئيس وجينا كنا على التسوية، والحمد لله رب العالمين يسروا لنا الأمور الشباب على ما يرام. أصلا العفو سوا سيادة الرئيس، منتشكر ومشكر كل الجهات المعنية، ونتمنى من الأخوة البرة أن يرجعوا لبلادنا. أعلنت خلية الإعلام الأمنية الحكومية في العراق إحباط عملية تفجير بعبوتين ناسفتين وضعتا على ركائز برجين في خط نقل كهرباء قيارة كركوك. شرعت تشكيلات قيادة عمليات ديالى العراقية بعملية من 5 محاور لتطهير وتفتيش سلسلة جبال حمرين، وذلك بإسناد طيران الجيش. وخلال العملية عثرت القوات على عدد من أوكار لتنظيم داعش الإرهابي وعبوات ناسفة. سلسلة جبال حمرين هي منطقة وعرة جدا لا تسمح بتنقل العجلات سوى القطاعات تتقدم راجلة. هذه المناطق لوعورتها تحتاج إلى جهد هندسي كبير، حيث قام رجال الهندسة العسكرية في فرقة المشاة الأولى اليوم بالعثور على عدة عبوات. شرع الصباح هذا اليوم قيادة عمليات ديالة وبإشراف ميداني من قبل سيد قائد عمليات ديالة المحترم بتنفيذ عملية نوعية في سلسلة جبال حمرين والواجب المكلف به. مسؤول بارز في مجلس الأمن الروسي بأن واشنطن شكلت في أوروبا قوة عسكرية قوامها أكثر من 60,000 عسكري و200 دبابة وحوالي 150 طائرة مقاتلة. وقال ميخائيل بوبوف إن الهدف الرئيس للقوات الأمريكية في أوروبا هو خلق تهديد دائم لروسيا. كذلك لفت نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أنه يجري الاحتفاظ بالأسلحة النووية التكتيكية في حالة استعداد للاستخدام، فضلا عن زيادة قدرات الجزء الأوروبي من نظام الدفاع الصاروخي العالمي الأمريكي. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أن بلاده تلقت أكثر من 2,000 طن من الأسلحة والذخيرة من شركائها الغربيين. وقال الوزير أوليسكي ريزنكوف إن كييف تلقت أنظمة صواريخ ستينجر المحمولة المضادة للطائرات وأنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات ووسائل أخرى لم تكن كييف حتى تحلم بها. كذلك أكد المسؤول الأوكراني أن تدريبات عسكرية تجري حاليا في جميع أنحاء أوكرانيا. قال ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي إن بعض الدول تحاول جر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى التلاعبات السياسية حول أوكرانيا. من جانب موازن قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن وسائل الإعلام الغربية فعلت كل شيء من أجل إشعال حرب في أوكرانيا. نحتاج إلى التوقف عن تصديق كل ما يقولونه في واشنطن
خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا وشعب أوكرانيا وعن روسيا، ونحن نعتبر إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا أنها الجبن المجاني في مصيدة فئران. الشعب الأوكراني سيدفع ثمن هذه الإمكانات وهذه الخردة التي تم تسليمها الآن إلى أوكرانيا. أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره البيلاروسي في موسكو الجمعة القادمة. وعلى الواقع أكدت مينسك أن جميع الجنود الروس المتواجدين على أراضيها في إطار المناورات في شبه جزيرة القرم سيغادرون البلاد ولا يبقى منهم جندي واحد. هذا وكانت الدفاع الروسية أفادت بعودة وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية إلى أماكن تمركزها الدائم بعد انتهاء تدريبات شبه جزيرة القرم. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام لقاء أجراه مع نظيره البرازيلي جاير بولسونارو بأن روسيا والبرازيل تدعوان إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب. كذلك أكد بوتين استعداد بلاده للمشاركة في بناء وحدة جديدة لمحطات الطاقة النووية في البرازيل. تدعو دولتان إلى بلورة نظام عالمي متعدد الأقطاب يستند إلى القانون الدولي في ظل دور منظمة الأمم المتحدة المنسق. المحادثات كشفت عن تقارب مواقف البلدين أو تطابقها إزاء الكثير من القضايا الدولية والإقليمية إلى جانب الحوار النشط على مستوى وزارات الخارجية والدفاع. وكذلك سنواصل التعاون المكثف مع شركائنا البرازيليين في إطار مجموعة بريكس بصفتها حلبة دولية مرموقة. أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وخالد حسواني. مساء الخير خالد. مساء النور وفاء، يعطيك العافية. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. السورية للتجارة في طرطوس استجرار 90 طن من الخضار المتنوعة خلال الأيام السابقة. ومصرف سوريا المركزي يلزم الموردين بتقديم تعهدات استكمال الإفصاح عن مصادر التمويل. من جديد، في محافظة طرطوس تواصل السورية للتجارة استجرار الخضروات من حقول المزارعين مباشرة بعد استجرارها محصول الحمضيات، ما يخفف عنهم أعباء النقل والتسويق في ظل ما يعانيه المزارعون من تكاليف باهظة في تأمين المستلزمات. ضمن هذه الصناديق الحقلية يعبئ المزارعون في منطقة يحمور بمحافظة طرطوس إنتاجهم من الخضروات الباكورية ليسلموها للسورية للتجارة، خطوة خففت عنهم تكاليف النقل والتسويق في ظل معاناة صعبة لجهة تأمين تكاليف المستلزمات الزراعية. ما توفر علينا فلين، بدأ ما تعطينا صناديق، السيارات بدأ لأجور النقل اللي ما تيجي تاخده منهن من الأرض. بالنسبة للزراعة تكاليفها غالية وعالية كتير، وحي أنه بيكفي الملاح والسهر بالليل عليه والنايلو كمان، تكاليف انه الاسمده والبذور والهي بشكل انه عالي كتير كتير. الكميه اللي عم يطلبوها مزارع واحد فيه لبيون، ما عم تكون الكميات الكافيه اللي بتريح المزارعين. لفه النايلو كنا نجيبها ب 10 15 الف، هلا حقها مليون مليون وشوي. اذا بدك ترش برميل دواء للبندوره او للبتنجان على البيت المحميه، ما فيه برميل تحت ال 100 الف، 150 الف. يعني هذا اللي كنا نجيبه كيلو الكبريت بمية ليرة صار له حقه 100-150 الف. يعني شو بدي احكي لك، ما بعرف. يعني انا بالنسبة لي انا اختيرت شوي واستقلت وسلمت الاولاد، ما قالوا لي يا بيي ما عاد بقى توفي معنا بقى هالزراعة. السورية للتجارة بعد استجرارها محصول الحمضيات تستمر بتنفيذ خطتها بدعم ومساعدة الفلاح عبر تسويق الخضروات الباكورية بأسعار مناسبة من الحقول مباشرة، مؤمنة الصناديق الحقلية والنقل عبر سياراتها.
عم يتم استجرار بشكل مباشر من الأخوي الفلاحين، عم نقدم لهم صناديق حقلية، عم يتم النقل بآليات المؤسسة، يتم تحميل الخضار وإرسالها إلى الأفرع حسب طلبها وحسب حاجتها. طبعا الفترة الأخيرة زادت الكميات، صار في طلب زائد للخضار خصوصا مادة البندورة. عم نحاول قدر الإمكان أن نجمع المحصول من الأخوة الفلاحين من أراضيهم ونرسله لمراكزنا أو صالاتنا بالفروع الأخرى الغير منتجة. خلال الأيام السابقة استجرت السورية للتجارة 90 طنا من الخضروات المتنوعة من حقول المزارعين من مختلف مناطق محافظة طرطوس. وفي محافظة السويداء يستمر فرع السورية للتجارة في تسويق الخضروات والفواكه المستجرة من فرع طرطوس، وذلك بأسعار مخفضة عن السوق، الأمر الذي يجذب إقبالا جيدا من المواطنين. محاولات بين الحين والآخر يقوم بها فرع السورية للتجارة في السويداء للتدخل الإيجابي في السوق، كان آخرها طرح كمية 3 أطنان من الحمضيات وطنين ونصف من البندورة في صالة المدينة للخضار والفواكه في مدينة السويداء، والتي استجرها من فرع طرطوس كمية خجولة مقارنة باحتياج السوق. تم مؤخرا استجار سيارة من فرع طرطوس محملة بمادة الخضار والحمضيات. طبعا الكمية المستجرة تقارب 8 طن من ضمن مادة البندورة اللي حاليا تدخل المؤسسة السورية للتجارة لخفض أسعارها بالسوق وكسر احتكار التجار لهذه المادة. أقبال جيد على ما يطرحه الفرع من بضائع في صالة السورية للتجارة، كونها تقدم من المنتج إلى المستهلك مباشرة، ولأن الفرع يطرح بشكل دوري الخضار والفواكه المتنوعة بالإضافة للحوم بأنواعها. الإقبال جيد عندنا بالصالة هون، هي صالة الخضار الأولى بالسويداء. الإقبال جيد والبضاعة شوفت عينك، يعني شراء مباشر من المزارع للمواطن مباشرة. ويبقى ما تشهده السورية للتجارة من مبادرات لم تصل إلى مرحلة إغراق السوق، وبالتالي تحقيق هدف التدخل الإيجابي المطلوب. تستمر محافظة القنيطرة باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتقدم لمسابقة التوظيف المركزية لعام 2022، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 900 متقدم حتى الآن. في سبيل خلق فرص عمل لأبناء محافظة القنيطرة وفي سبيل رفض المحافظة بالكوادر البشرية، تستمر محافظة القنيطرة باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتقدم لمسابقة التوظيف المركزية لعام 2022، حيث بلغ العدد الإجمالي لفرص العمل المتوفرة في القنيطرة 1450 وظيفة من خلال الكوادر الإدارية المؤهلة لهذه الغاية، وقد وصل عدد المتقدمين 900 متقدم حتى الآن ما بين اختبار ومسابقة وما بين تعيين وتعاقد. اتخذت المحافظة جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل واستقبال الأخوة المتقدمين للمسابقة والاختبار، حيث تم إصدار جميع القرارات اللازمة من قبل السيد المحافظ من حيث لجنة استقبال الطلبات ولجنة اللجنة التنظيمية الفرعية بالمحافظة، وتم تحديد المكاتب اللازمة لاستقبال الأخوة المتقدمين لجميع الفئات بدءا من الفئة الأولى حتى الفئة الخامسة، وتم تجهيز كذلك الأجهزة الكمبيوتر اللازمة لإدخال المعلومات كون هذا الأمر مربوط مع وزارة التنمية الإدارية. من خلال الكوادر الإدارية المؤهلة لهذه الغاية، كوادر إدارية مؤهلة إلكترونيا وورقيا، ونقوم على مدار الساعة بتقديم كافة الدعم اللازم لإرشاد المتقدم من خلال إرشاده على المؤهل العلمي اللازم لاختيار الرغبة المناسبة. محافظة القنيطرة اتخذت كافة التدابير اللازمة للتسجيل ودربت فريق عمل لاستقبال الطلبات وأتمتتها والإجابة على استفسارات المتقدمين لضمان إنجاز المعاملات بيسر وسهولة، لكن الأمر لا يخلو من بعض المعوقات أمام المتقدمين. عم نسجل على الفئة الثانية ثانويتي أدبي وإن شاء الله بيمشي الحال. السلات كثير منيحة، أنا محد فني التخدير، صار لي متخرجة 3 سنين والحمد لله أنه هاي اللي فتح باب المسابقة لأتقدم على الوظيفة. هذا المركز تبعنا مطلوب وبحاجة كثير نحن إله لحتى نطور السياحة بالبلد، وآخر شيء نتفاجأ من رفض نحن بسبب خطأ من اللي نزل المعلومات أنه هذا يعتبر المركز لا يعتبر معهد تقني. والمسابقة تشمل وفق شروطها كافة الفئات، وهي فرصة جيدة لتأمين دخل معيشي، ومن جهة ثانية تملأ الشواغر في العديد من المديريات الخدمية، وآمال الشبان والشابات معلقة برسم المعنيين التي تنتظر عملا يبهج حياتها القادمة.
لقناة سما مي أبو دقة القنيطرة. أعلن مصرف سوريا المركزي عن صدور تعميم ينص على إمكانية حصول المستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى المراكز الحدودية والخاضعة لقرار المصرف المركزي بتخليص بضائعهم بعد تقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال شهر من تاريخ التعهد. وبيّن التعميم الصادر عن المصرف أنه يتوجب على المستوردين الحاصلين على موافقة المركزي لتخليص بضائعهم بموجب التعهد السابق أو الذين قدموا موافقات ممنوحة من الشركات الموردة على تأجيل الدفع ولم يتمكنوا من استكمال عمليات التمويل لدى شركات الصرافة حتى الآن، يتوجب عليهم مراجعة المصرف المركزي لتقديم تعهد جديد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع التعهد الجديد. أما بالنسبة للحاصلين على تأجيل دفع من الشركات الموردة فيمكنهم الطلب من الشركات الموردة للحصول على تأجيل دفع أو دفع جديد لمدة إضافية. أشار مازن حتم المدير التقنية في مصرف التوفير إلى إطلاق المصرف قروضا لذوي الدخل المحدود تمنح العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، لافتا إلى أن المصرف يتيح لكل العملاء في القطاع العام الحصول على القرض الشخصي. وبيّن حتمل أن قيمة القرض الشخصي الممنوح تتراوح بين 1,000,000 لتصل إلى 5,000,000 ليرة كحد أقصى للمدنيين والعسكريين وإلى 2.5 مليون ليرة للمتقاعدين بفترة سداد تصل إلى 5 أعوام وإلى 7 أعوام، لافتا إلى أن التباين البسيط بسعر الفائدة يتم احتسابه حسب فترة السداد، موضحا أن فائدة قرض 5 ملايين ليرة للمدنيين والعسكريين لمدة 5 سنوات هي 8.5% و 8.25% للعسكريين، وفي حال كان القرض لست أو سبع سنوات تصبح الفائدة 9% للمدنيين والمتقاعدين و 8.75% للعسكريين، مع العلم أن قسط القرض لا يتجاوز 40% من راتب المقترض الصافي مضافا لها التعويضات العاملين. هذه أخبار الاقتصاد انتهت وعودة إلى وفاء. شكرا يعطيك العافية خالد. أهلا بكم. بعزيمة وإصرار على الحياة يتابع الجريح وسام حياته بمشروع متناهي الصغر في صناعة المنظفات اليدوية والألبان والأجبان ليقدمها لزبائنه وتكون مصدر دخل له تعينه على ظروف الحياة. بعزيمة وهمة عالية ورغم إصابته بالحرب البالغة التي أدت إلى بتر قدمه وتركيب طرف صناعية، الجريح وسام هنيدي الحسين من محافظة السويداء يدخل ميدان العمل التجاري بمشروع متناهي الصغار. الحياة بدأت تستمر، كانت إرادتي قوية على الإصابة اللي أنا كنت فيها، فتوجهت عاد فتحت محل، انتقلت لسويداء. أنا هون كنت بضيعة من السفر صغيري، انتقلت على محافظة السويداء، فتحت محل منظفات لأقدر أكمل حياتي اللي أنا فيها، وعندي أسرة تكون 4 أطفال وزوجتي. فهذا السبب اللي جابني لهون، إنه بنتي سجلتها بهندسة زراعية بمحافظة السويداء، والمسافة بعيدة، قربت عليها بالسكن لهون ببيت للأجار لمن يقدر كفي الحياة اللي أنا واقع فيها. بإتقان وحب للعمل يقدم الحسين بضائعه للزبائن من ألبان وأجبان ومنظفات مصنوعة يدويا والبهارات المشكلة بأسعار تناسب عمله المنفرد وتزيد من زبائنه ليرد عليه عمله دخلا يكفيه رغم وضعه الصعب. في طلبات بس طلبات خفيفة، يعني مثلا عندي زبائن 2 أجيب منظفات بوزع لهم إياها، بس أنا كوني مبتدئ بعدني بالمحل، يعني عبصير على المعارف لمن أصير في خبرة مثلا بصير في معارف، على المعارف عاد بصير في توصيات مثلا على البضاعة اللي أنا مثلا عندي هون. الله يشفي جميع الجرحى، بتكون إرادتهم قوية ما يستسموا، وتكون الحياة بدون يعني يكونوا أقوى من الشيء اللي هن فيه، لتكون إرادتهم قوية ويتابعوا حياتهم ليقدروا يقفوا على إجريهم ويقدروا يكفوا الحياة اللي هن فيها.
تكون ارادتهم قويه وما يكون عندهم اي ضعف بالاصابه اللي هن فيها مشان ما يكونوا نقص عن اي انسان. تبقى الاراده العاليه رمزا لوسام وحب العمل والعطاء ليستمر المشوار امامه وليكون مثالا يقتدي به الجميع وجرح الحرب الذين قدموا وضحوا بالغالي والنفيس لرفعه البلاد وصمودها. أهلا بكم. أعلنت بريطانيا عن تسجيلها حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بمرض معدن يسمى حمى لاسا، وذلك بعد أن أكدت السلطات الصحية في البلاد تسجيل ثالث حالة مؤكدة من هذا المرض الذي يسببه فيروس شبيه بإيبولا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعرف على حالات المرض المعدي القاتل الناجم عن فيروس لاسا في المملكة المتحدة لأكثر من عقد من الزمان. على مدى العامين الماضيين كثرت التساؤلات، متى ستنتهي الجائحة؟ ومتى ستعود الحياة طبيعية كما كانت قبل انتشار كورونا وأخواتها؟ لكن ماذا بعد الوباء؟ هل هناك أنامل سحرية لإخفاء الفيروس؟ تبدو الإجابة واضحة، فبعد المتحورات التي تم رصدها أسماء جديدة تحل على الساحة الفيروسية، لم يتضح بعد هل ستكون متوطنة أم عابرة سبيل. حمى لاسا هو المرض المعدي الجديد الذي يسببه فيروس شبيه بإيبولا، وبريطانيا هي أول من أعلنت عن تسجيلها حالة وفاة في منطقة بيدفورشاير ناتجة عن الإصابة بهذا المرض بعد تسجيل ثلاث حالات مؤكدة. السلطات الصحية أعلنت أن الحالات الثلاث التي تم تسجيلها بحمى لاسا هم أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة عادت مؤخرا من غرب إفريقيا، وأوضحت الهيئة الصحية البريطانية أنها تجري اتصالات مع مخالطي الأشخاص المصابين من أجل تقييم وضعهم الصحي وإعطائهم نصائح حول المرض. تعد حمى لاسا اضطرابا صحيا ذو منشأ حيواني، وهي مرض نزفي فيروسي حاد، وعادة ما تكون الأعراض تدريجية، تبدأ بالحمى والضعف العام والشعور بالضيق، وبعد أيام قليلة قد يكون هناك صداع والتهاب في الحلق وآلام في العضلات وآلام في الصدر وغثيان وقيء وإسهال وسعال وآلام في البطن بحسب منظمة الصحة العالمية. معظم المصابين بحمى لاسا قد يتعافون تماما، ولكن يؤدي هذا المرض إلى وفاة 5000 شخص في العام، وتدرجه مراكز السيطرة على الأمراض ضمن الأمراض المتوطنة في مناطق من غرب إفريقيا. إلى عناوين هذه النشرة. خلال استقباله بيدرسون المقداد، استمرار وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي ينتهك السيادة السورية. الخارجية الروسية، الإعلام الغربي فعل كل شيء لإشعال حرب في أوكرانيا. ختام هذه النشرة، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.